عاملين ايه كله تمام؟ النهارده في برنامجنا رد الجميل يسعدنا وشرفنا طبعا النهارده يكون معانا نجم كبير من نجوم نادي الزمالك كابتن هشام يكن، وكمان واحد من نجوم جيل 90 وفي كاس العالم في ايطاليا، وطبعا من عيله كرويه رياضيه كبيره. كان والده الله يرحمه كابتن يكن حسين كان نجم كبير. اسمح لنا في البدايه نتكلم مع كابتن يكن حسين. الله يخليك يا اسامه، طبعا انا سعيد ان انا موجود معاك طبعا وموجود قناة الأهلي، وبتوفيق دايما، والروح الرياضية الجميلة بيننا وبين بعضينا دي بتخلينا ان احنا دايما اتعودنا على حتة ان احنا يبقى في منافسات، وفي نفس الوقت المنافسة شريفة، يعني بتبقى حلوة حتى صرف النظر من النتيجة، لكن في الأول وفي الآخر احنا نظل علاقة الأهلي والزمالك هتمتد، لأن طبعا بدون أهل وزمالك مش هتلاقي كورة في مصر، ومش هتلاقي اختيارات نجوم، وده اللي بيدي حلاوة اللعبة أو المنافسات، وبتزيد طبعا من شعبية الناديين. هي المنافسات الحلوة طبعا، ولازم يبقى في نبعد شويه عن التعصب طبعا اللي احنا بنرفضه بالظبط يعني كده، لكن احنا يعني لازم نفهم طبعا. اولا انا بشكر القناه، وان احنا طبعا يعني الاسم برنامج رد الجميل ده حاجه يعني برضو خلي بالك احنا في رد الجميل احنا بنكرم كل نجوم الكره المصريه، مش اهلي وزمالك بس، ده اهلي وزمالك، ومعانا اسماعيلي، ومعانا اولمبي، ومعانا اتحاد، ومعانا ترسانه، ومعانا مقاولين، ومعانا صعيد مصر طبعا، كل اللي خدموا مصر. احنا اللعبه ما حلاوتها كده الانديه دي كلها، الاتحاد والاولمبي والمحله والاسماعيلي والمنيا والفرق الكتيره اللي هي لعبه الدوري النهارده هم اللي حلوا الكره المصريه. مش هينفع النهارده ان احنا يبقى عندنا نجوم زي احمد الكات مثلا راح كاس العالم وهو كان رايح من الاولمبي، صبر عيد من المحله كان موجود معانا، خالد يعني اسامي، طارق سليمان كان بالمصري، الناس دي كلها برضو ليها دور كبير جدا مع المنتخب المصري جنب نجوم النادي الاهلي والزمالك يعني